للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك أستاذ مصطفى. يعني نحو 200 أو 200 ونصف نحو مليونين عفوا ونصف المليون شخص ما زالوا يسكنون المخيمات بحسب المنظمة الدولية للهجرة. برأيك أستاذ مصطفى، يعني إلى ما يرجع إحجام النازحين عن العودة إلى مدنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. من البداية كان الهدف من تهجير هؤلاء هو بعد تدمير مدنهم هو جعل هذه المدن غير قابلة للحياة وعدم السماح لأهلها بالعودة والتأخر في رفع، ومن هنا جاء تدمير هذه المدن بشكل كبير لأغراض تتعلق بالتغيير السكاني وأيضا عدم السماح لمن يرغب بالمشاركة في الانتخابات أو في التصويت في الانتخابات القادمة بذلك. لا شك أن تدمير المدن الذي شاهدناه وعدم رفع الأنقاض وعدم يعني فتح المجال لعودة السكان، عدم توفير الخدمات، كل هذا يؤدي إلى عملية إعاقة عملية عودة النازحين. الآن الضغوط التي تمارسها الجهات الحكومية لعودة هؤلاء النازحين دون توفير للخدمات هي ضغوط يعني دعائية في محاولة منهم يعني خلق واقع جديد في هذه المناطق. أستاذ مصطفى، المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقرير له يقول إن مئات الأطفال الجرحى في الموصل لم يتلقوا العلاج المناسب، كذلك وضع الخدمات بهذا الشكل. برأيك إلى أي مدى يشجع النازحين في العودة؟ بالتأكيد كما قلنا أن يعني عدم وجود الخدمات، عدم وجود البنية التحتية المدمرة في هذه المدن سواء في الموصل أو في غيرها، عدم توفر المستشفيات، الكهرباء، المياه الصالحة للشرب، الصرف، شبكات الصرف الصحي، كل هذا بالإضافة، كل هذا طبعا يؤدي إلى عدم عودة النازحين، بالإضافة إلى انتشار الألغام، انتشار الجثث، عدم رفع الأنقاض، كل هذا كما قلنا معوقات لعدم عودة هذا النازحين. هذا يدفعنا أيضا للتساؤل أستاذ مصطفى، هناك البعض من يرى أن مدنا بعينها مستهدفة بالإهمال من قبل حكومة العبادي، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ هذا صحيح جدا، لأن هناك مخطط حقيقي لتفريغ هذه المدن من سكانها وجعلها غير قابلة للحياة وإحلال مجاميع بشرية بعد ذلك بدلا عنهم، يتم تهجيرهم سواء داخل أو خارج العراق، وبالتالي ترك هذه المدن لتتم عملية التغيير الديموغرافي التي يعني الجميع يشهد بها وتمارسها الميليشيات وتمارسها السلطة الحاكمة، وخصوصا في مناطق يعني يبدو هذا الأمر جليا، خصوصا في مناطق حزام بغداد، من المستفيد؟ جرف الصخر على سبيل المثال. من المستفيد؟ المستفيد هم يعني لا شك أن جارة السوء ومشروعها الفارسي العنصري الطائفي الإرهابي التوسعي هو الذي يعني المستفيد من هذه الإجراءات، وهذه الميليشيات التي أو العصابات التي تتحكم بالشأن العراقي يعني هي المنفذة، وهي من يتوقع أنها تستفيد من هذه الإجراءات. طيب. بسبب أن الأمور ستستقر لها في حالة التغيير الديموغرافي الواسع الذي يجري في العراق. نعم، مثل ما تحدثتم عن حال المدن التي دمرتها الحرب على تنظيم الدولة، هناك أيضا نازحون خارج هذه المدن موجودون في المخيمات، أيضا هم مستهدفون أمنيا بزعم صلتهم بتنظيم الدولة، ما مدى خطورة ذلك؟ هذه الفرية التي يراد إلصاقها بأبناء هذه المحافظات مقصود منها يعني استمرار، أولا استمرار إفراغ هذه المدن من سكانها، وثانيا يعني إلحاق مزيد من الأذى بهذه الشريحة التي تعرضت خلال السنوات 15 الماضية إلى صنوف شتى من ألوان التعذيب والبؤس والحرمان والمطاردة والنزوح الذي مضت عليه نحو 5 سنوات بشكل أو بآخر، وبالتالي
استمرار الحاق تهمة الإرهاب بهؤلاء يجري في إطار هذا المخطط الشيطاني الكبير. أستاذ مصطفى، إلى أي مدى يمكن ربط هذا الاستهداف مع حديث عن تغيير ديموغرافي في سنجار بعد طلب النازحين من حكومة العبادي إعادتهم إلى مناطقهم ولم يجدوا أي إجابة؟ هذا يجري في سنجار، الحقيقة هو جرى ليس على يد الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران فقط، وإنما قبل ذلك جرى أيضا على يد ميليشيات البيشمركة الكردية، وهناك صور نشرتها حتى عدد من المنظمات الدولية، صور لعمليات يعني الإبادة والتدمير التي مورست بحق قرى عربية في منطقة سنجار وغيرها، وتحديدا في منطقة سنجار، وهناك أيضا مناطق أخرى تعرضت لهذا الأمر وخاصة حول الحويجة وفي هذه المناطق يعني. هذا أيضا في إطار مسلسل التغيير الديموغرافي الواسع الذي يجري وتنفذه كما قلنا الميليشيات بكل أنواعها. من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.